بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم أخوكم عمر سليم، محاضر في برنامج الريفت. إن شاء الله نشوف مع بعض إزاي نعمل حاجتين، إزاي نعمل ستاندرد تيلز في الريفت بطريقة جميلة جدا وطريقة إن شاء الله تعجبكم، وتاني حاجة إزاي نعمل فيو مختلف، يعني يكون عندي شكل معين أو مبنى معين وهغير في الفيو رينج في جزء معين. تمام، أول حاجة هاجي هنا في الفيو هقول له أنا عايز أعمل ليجند، اقول له اوكي. دي لوحه فاضيه خالص، هاجي من قائمه انوتيت هقول له انا عايز انزل هنا ليجند كومبوننت. تمام، فهنا بيجيب لي كل الفاميلي اللي موجوده في المشروع، فبختار اي فاميلي انا عايزها، مثلا الكتريكال اكيوبمنت دي مثلا، وبقول انا عايز ده شكلها في الفلور، طب وعايز شكلها في الفرونت، وعايز شكلها مثلا في الباك كده. طيب نختار مكنه تانية يكون شكلها اوضح، ميكانيكال اكويبمنت مثلا، مثلا وليكن مكنة ال VV دي شكلها في الاليفيشن، شكلها في البلان زي ما بترسم حقيقي، شكلها في الرايت. تمام، كل ده بياخده من الفاميلي، فلو غيرت في الفاميلي هتغير هنا اوتوماتيك. فدي الميزة ان انا هعمل من ومجرد ان اعملها مرة واحدة اخدها اوديها في اي مشروع، هي اوتوماتيك هتقرا من الفاميلي نفسها وتبدأ تظبط نفسها بنفسها. اول ما اعدل في الفاميلي تتعدل هنا تلقائي. اظن صعب جدا ان الواحد يعمل حاجه بالجوده دي في الريفت، ان انا في الاوتوكاد هي موجوده بس في الريفت، ان انا هبدا اظبط كل الفاميلي اللي انا عايزها. مثلا لو انا عندي باب، يعني فرض ان انا عندي باب، طبعا بتختلف من مشروع لمشروع، انت تبدا تشوف ايه الحاجه اللي عندك وتحطها، هتلاقي من جميع الاوجه هتبدا تحطها شمال ويمين وسكشن وبلان وكل الحاجات هتبدا تحطها، كل الدكت فيسنج موجوده، تبدا تشوف ايه اللي انت عايزه، وانت عايز شكله مثلا في الباك ازاي، عايز شكله في الفرات ازاي، تبدا تختار الاشكال اللي انت عايزها وتحطها. الاير تيرمينال دي شكلها مثلا في الفلور بلان، شكلها في الباك بيعمل ازاي، تبدا تحط الاشكال اللي انت عايزها وهتكتب عليها ببساطة خالص. تمام، تاني حاجة لو احنا عندنا بلان مثلا هنا، احنا متعودين لما بنظبط الفيو رينج مثلا، خلي ده مثلا 1800، بيتغير في المبنى ككل. طيب انا عايز جزء معين يبقى 1800 والجزء التاني يبقى مثلا 3000، طب دي هعملها ازاي؟ هقوله من فيو، بس مش هقوله بقى فلور بلان، هقوله بلان ريجن. تمام، وهبدأ احدد المكان اللي انا عايزه، سواء مثلا هرسم خطوط او هرسم مستطيل او هرسم الشكل اللي انا عايزه، اعمل بيك على الحوائط واقعد اختار واقول له فينيش. خلاص الجزء ده بقى ليه فيو رينج مختلف عن بقية الادوار. هاجي هنا على دوت اقول له انا عايز الفيو رينج بتاعه يبقى مثلا 3200. اوكي تمام، بقى المبنى كله ليه فيو رينج معين، وده بس ليه فيو رينج مختلف وخاص بيه هو. دي حاجة لقيتها جميلة جدا وافادتني في شغلي، الحاجتين دول فعلا افادوني في شغلي، وان شاء الله تفكوا برضه انتوا كمان، واتمنى انها تفكم. اخوكم عمر سليم.